نظمت جمعية طنجة الحضارة أمسية فنية للسماء والمديح من التراث المغربي الأصيل بحضور فنانين وازنين من مدينة طنجة. بالنسبة للأنشطة الجمعية طنجة الحضارة، هذا ثامن نشاط اللي كتعملوا جمعية طنجة الحضارة منذ تأسيسها، يعني من مارس 2013. سلسلة الأنشطة اللي عملناهم كاملين في نفس الشعار، يعني المحبة والعرفان. أنا جيت سعيد بهذه الاستضافة الكريمة من جمعية طنجة الحضارة في شخص رئيسها الأستاذ علي بن عبد الصداق، وكذلك جميع أطر وأعضاء الجمعية، احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وهذا تشريف لي ولمجموعتي، إذ كان من الواجب أن ألبي هذه الدعوة الكريمة. الجمعية كرمت مجموعة من الفعاليات المحلية لعطاءاتهم في مجالات متعددة، وهو تقليد سنوي دأبت الجمعية على القيام به تحت شعار المحبة والعرفان.